الحصاد اليومي كنقدموه لكم من قناتكم شوف تي في. اهلا بكم. نسال الحصاد بقراءه في العناوين. الملك محمد السادس يؤدي صلاه عيد الاضحى بمسجد اهل فاس بالمشوار السعيد بالرباط لاول مره. الخدمه العسكريه الاجباريه مفروضه على النساء. وعبد الحق النوري يستفيق من الغيبوبه. ولتفاصيل اعلنت وزاره القصور الملكيه والتشريفات والاوسمه ان الملك محمد السادس غادي يؤدي صلاه عيد الاضحى المبارك يوم غد الاربعاء 10 ذي الحجه 1433 هجريا الموافق ل 22 غشت 2018 ميلاديه بمسجد اهل فاس بالمشوار السعيد بمدينه الرباط. يؤكد القانون الخاص بالخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب واللي تم الكشف عنه مساء أمس الاثنين على أن النساء ملزمات كذلك بقضاء فترة الخدمة العسكرية. ويقر المشروع اللي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من العمر 19 سنة إلى غاية 25 سنة أداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في 12 شهر. تمكنت مصالح الدرك الملكي في وقت سابق من اعتقال 10 أشخاص على خلفية الاغتصاب الجماعي لفتاة قاصر تدعى خديجة بمنطقة ولاد عياد ضواحي الفقي بن صالح، من بينهم 7 من ذوي السوابق العدلية. وأوضح مصدر شوف تي في أن التحقيقات في الملف ما تزال مستمرة إلى حدود الساعة حتى يتم الكشف عن ظروف ملابسات اغتصاب واحتجاز خديجة ووضع أوشام على جسدها. انتبهوا. في الدار عندنا في رمضان وجات خالتي باش ديني عندها واحد السيمانه ومشيت. من بعد خرجت انا وبنت خالي جلسنا قدام الباب. من بعد هي دخلات انا بقيت. جاو شي وحدين انا ما كنعرفهمش، جاو شي وحدين وخطفوني وحطوا عليا الموس هددوني وداوني بالزز. صافي طلعوني لتما، انا ما عرفتش ديك البلاصه الزيتون في الخلا. داوني وتكرفس عليا واحد منهم، انا راه دابا مشدود وريته لي جوندارم راه دابا مشدود. ومن بعد من تما كيعطيني من واحد لواحد وتكرفسوا عليا كاملين وشموا لي يدي. انا ما بقيتش عقلت على النار لي وشموا لي يدي، حيت ملي فقت مع الصباح لقيت يدي منفوخه وداراني. و حتى ياخذ المقابل هذاك اللي تكرفس عليا انا عرفته، كياخذ المقابل كياخذ الفلوس وبزاف يعني تكرفسوا عليا. وما دابا 9 اللي مشدودين وباقي الاخرين كيقلبوا عليهم لمده شهرين. وإلى شأنها الدولي، تقتل 11 شخص جراء السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جنوب إيطاليا. وذكرت هيئة الدفاع المدني الإيطالية أن 11 شخص لقوا مصرعهم جراء السيول في حديقة راجانيلو الوطنية بمنطقة كالابريا حسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية أنسا. وأشارت الهيئة إلى فقدان 5 أشخاص جراء السيول في المنطقة المذكورة. ونختم بالشان الرياضي. بعد مرور أزيد من سنة على دخوله في غيبوبة إثر سقوطه في الملعب خلال مباراة ودية لفريقه، استفاق الدولي المغربي عبد الحق النوري لاعب أجاكس أمستردام من الغيبوبة يوم أمس الاثنين. وقال شقيق اللاعب أن شقيقه استفاق من الغيبوبة ويتحدث بالإشارة لكن دون القدرة عن الحركة. الحصاد اليوم انتهى، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.